أهلا ومرحبا بكم في قناتي. درت الخبز بالخميرة وكانت عندي الخميرة، ومن بعد كل ما نقلعوا منها شوية إذا فنضيف لها الدقيق اليابس، وهكذا كانت عندي حتى ديك العجينة نتاع البارح، إذا فخليتها تخمر معها شوية. ولا ما كانت عندنا فنديرو زوج نتاع لاطاس فنجان مثلا صغيرين او لا متوسطين، فنجان يوزن 200 هكذاك، ومن بعد زوج واحد معلقه نص معلقه صغيره نتاع الملح، وزوج معالق صغار نتاع الخميره الحبوب، وشويه الماء، وخاصها تكون شويه جاريه ديك العجينه مطلوقه. نضيفوا لها الدقيق لديك الخميره، نضيفوا ديك الملح، ومن بعد نضيفوا لها شويه الماء دافي، ومن بعد نخلطوا كل شيء حتى تكون عندنا العجينه. راه عندي هنايا الفيديو كيف كيكون هنايا، انا درتها بالسميد عندي وحده، ولكن هذه درتها غير دقيق بوحده. من بعد ملي غادي تخمر وغادي نورقوها ونديروا لها شويه في السميد، نمرغوها شويه في السميد ونقرصوها. ملي غادي نقرصوها اذا نخليوها تخمر، ملي غادي تخمر من بعد صافي درت انا النار، مثلا درت النار ودرت سخنت ديك المقلات، ومن بعد كنحطها فيها غير بشويه في هذيك، نقدروا هذاك بابيل سولفوريزي بهذاك نقدروا نديروا به، لان باش ما نخرجوش من هذاك الهواء غير بشويه هكذا وطيب. وواحد الحاجه كنت بغيت نقولها، الخميره عندي هنايا حتى في القناه كيف كنديروا الخميره، وهي انا درتها غير بالخميره هنايا، ما درتلهاش الخميره العجينه نتاع الخبز اللي كنشريوها، انا درتها غير الخميره البلديه. وشنو هي؟ انها كتعطل بزاف، فكل مره كنلقى الماء بارد اللي كيكون فيها هذيك مثلا فين عجنت، مثلا القصعه اللي عجنت فيها مثلا، اذا فكل مره ندير لها الماء دافي لتحت الاناء باش هكذاك باش تكون باش تخمر العجينه، لان فيها الخميره البلديه ما فيهاش الخميره الاخرى. المهم اللي غادي نديروها تكون خمرت صافي ورقناها صافي، ومن بعد غادي نديروها في، انا كنت درت النار ودرتها في هكذا على النار، ومن بعد نقلبوها ونقلبوها هكذا نقلبوها باش تطيب من جميع الجوانب، وهكذا كيكون الخبز. وعندي هنايا عندي القناه، انا هذا درته غير بالدقيق، ولكن عندي الاخر اللي درته بالسميد، وغادي نحط لهذا الفيديو اللي فيه هذا. الا بغيتوا حتى القناه يعني تقدروا تشوفوا في القناه، راه كاين تما الخميره البلديه كيف كندير لها، وحتى المطلوع بالخميره البلديه، وهكذا كيكون. ولكن درتها بالسميد اليوم، درتها غير بالدقيق بوحده، وهكذا كيكون. تشوفوا هنا في الفيديو كيكون خفيف وماشي قاصح، يكون مزيان لين لان العجينه ديجا لينه مزيانه. شكرا للمشاهده.